الموازنة بين أفضل المزايا التي يشملها التأمين والسعر الأفضل تتطلب بحثاً معمقاً واستشارة أصحاب الخبرة، فيا ترى كيف تظفر بأفضل صفقة لتأمين سيارتك من دون أن تدفع مبالغ طائلة؟ هذا ما سيساعدنا في الإجابة عليه محمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة نطاق للتأمين التكافلي. تأمين السيارات هو متطلب قانوني، حيث يجب على التأمين تغطية مسؤولية تجاه الغير اللي مثل ما نقول الطرف الثالث، وقد يكون أيضاً أحد متطلبات التعاقدية من قبل أطراف التمويل مثل البنوك اللي تقدم قروض للسيارات. والتأمين على السيارات يوفر الحماية لمالك السيارة حيث يتم تعويضه في حال وقوع أي ضرر لسيارته. ما هي أنواع التأمينات السيارات المتاحة؟ هناك نوعين رئيسيين مثل ما أنتم عارفين. النوع الأول بيكون التأمين الشامل، والنوع الثاني هو تأمين المسؤولية تجاه الغير. طبعاً تغطية المسؤولية تجاه الغير وتغطية المسؤولية أو التأمين الشامل فيه فرق واحد، اللي هو أن التأمين الشامل يمتد لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالسيارة التي يملكها المؤمن. يبقى أن نقول أن بعض شركات التأمين تعتبر قيادتك بحذر وخلو سجلك التأميني من حوادث تسببت بها يخولك للحصول على أسعار مخفضة وعروض خاصة عند إعادة التأمين لفترات زمنية أخرى. كيف تؤثر الحوادث على أقساط التأمين؟ طبعاً تؤثر القيمة النقدية للحوادث بشكل مباشر على قسط التأمين وبشكل أساسي على وقت التجديد. ما هي أفضل الطرق لخفض تكاليف تأمينات السيارات؟ طبعاً أهم شيء الحد من الحوادث، وهذا الشيء خارج سيطرة شركات التأمين، بس ممكن تخفيض قسط التأمين بشكل أو آخر. طبعاً لكل وثيقة لها تغطياتها. مثلاً عندي سيارة موديل 2012 حبيت أجدد الوثيقة، ممكن أختار أني أصلحها في الوركشوب أو أني أصلحها في الوكالة. إذا طلبت أني أصلحها في الوكالة هذا بيرفع من قسط التأمين، بس إذا صلحتها في أحد الجراجات اللي برا الوكالة بيخفض سعر التأمين. ما هو معدل أقساط التأمين؟ أقساط التأمين تتراوح بين 2 إلى 4%. طبعاً حسب سعر السيارة، يعني 2 إلى 4% من سعر السيارة، وهذا الشيء يعتمد على التغطية اللي يطلبها المؤمن له واللي توفرها الشركة.